وللحديث أكثر عن معاناة النازحين في العراق في ظل ظروف صحية وبيئية خطيرة، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من إسطنبول الباحث القانوني في المرصد الأورو متوسطي الأستاذ محمد عماد. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بكم أستاذ. تحذيرات من مخاطر دمج مخيمات النازحين دون تقديم ضمانات لتصحيح أوضاعهم، ما المخاطر المتوقعة من هذا الإجراء؟ نعم، في البداية تحية لكم وللسادة المشاهدين، وانطلق من سؤال حضرتك بالتأكيد على أن هناك خطورة حقيقية تتهدد أو تهدد حياة مئات الآلاف من العراقيين بعد قرار السلطات الحكومية العراقية الرسمية بدمج بعض المخيمات ووضع في مخيم واحد. هذه الممارسات وغيرها تنطوي على عدة انتهاكات للقانون الدولي، وتؤشر على أن السلطات العراقية ماضية في انتهاك حقوق أولئك الأفراد واللاجئين العراقيين النازحين داخليا. من هذه الانتهاكات اولا اكتظاظ اعداد المخيمات بالمواطنين العراقيين او النازحين العراقيين وظروف انسانيه وصحيه صعبه للغايه، بمعنى ان السلطات العراقيه لم تستطع في المخيمات محدوده العدد ان تقوم بتغطيه كافه الاحتياجات وما يلزم اولئك الافراد من خدمات صحيه وانسانيه، وايضا خدمات اساسيه بالمناسبه من غذاء وطعام وشراب لم يصل الى تلك المخيمات، فما بالك الان دمج باعداد كبيره داخل مخيمات واحده. ايضا الخطوره الاكبر في هذا الموقف هي ما ينطوي على ان هناك بعد مذهبي في تجميع عدد كبير من الاشخاص والسماح لبعض او عدد قليل من النازحين العراقيين بالعوده الى اراضيهم على حساب المئات الالاف الذين لم يستطيعوا العوده الى اراضيهم، وهناك طبعا هذا الامر بالسماح للعوده لبعض الاشخاص وإبقاء مئات الآلاف من الأشخاص داخل المخيمات العراقية هو تقسيم مذهبي، وهناك مذهب معين الذي يتم إرجاعه إلى المناطق أو إلى أراضيهم وبيوتهم. طبعا هؤلاء الأشخاص هم من الطبقة أو من المذهب السياسي أو المذهب الديني التابع للطبقة السياسية الحاكمة في العراق، وبالتالي مثل هذه الممارسات تعكس الخطورة الحقيقية التي ستهدد حياة مئات الآلاف العراقيين في حال تم تطبيق هذا القرار ودمج المخيمات ووضع الاشخاص مع بعضهم او النازحين العراقيين مع بعضهم دون مراعاه لاي قواعد انسانيه وقواعد القانون الدولي في هذا الامر. هناك تهديد صحي ايضا استاذ عماد متمثل في المخاطر التي تتمثل في انتشار فيروس كورونا خلال هذه الفتره فيما لو تم ذلك. نعم بالفعل، دعنا نؤكد على ان الخدمات الصحيه والتقارير الحقوقيه المحليه التي كانت تغطي او ترصد اوضاع النازحين العراقيين قبل انتشار فيروس كورونا بالمناسبه هي كانت تقارير كارثيه، بمعنى ان الاوضاع الصحيه داخل تلك المخيمات وداخل مناطق النزوح الداخليه في العراق كانت اوضاع لا يرثى لها بالنسبه للمواطن العراقي او النازح العراقي، فما بالكم الان وفيروس كورونا هو يتهدد حياه الالاف من الاشخاص وملايين الاشخاص حول العالم، واقوى الدول لا تستطيع التعامل مع هذا الفيروس والتهديدات المتلاحقه كون ان الفيروس سريع الانتشار ويحتاج الى خطوات وخطط صحيه منظمه من اجل وقف انتشار هذا الفيروس. الوضع الصحي في دوله العراق او في جمهوريه العراق هو وضع مترهل للاسف، ولا يوجد هناك اي تنسيق بين الحكومه العراقيه ومنظمه الصحه العالميه، وبالمناسبه كانت هناك عده شكاوي من قبل مؤسسات حقوقيه محليه عن عدم وجود تنسيق بين منظمه الصحه العالميه والحكومه العراقيه، وما يعزز هذا الامر التقارير المحليه التي صدرت واكدت ان الاوضاع الصحيه الان في المخيمات العراقيه ومخيمات النزوح هي اوضاع ماساويه، لا يوجد هناك كشف بشكل دوري، لا يوجد معدات اساسيه يجب توفيرها، لا يوجد اسره واجهزه تنفس صناعي للاشخاص الذين قد يتهددهم خطر الاصابه بفيروس كورونا، ايضا عدم استجابه الحكومه العراقيه للمطالبات المتعدده من قبل المؤسسات الحقوقيه سواء المحليه والدوليه، وبعدها كل البعد عن التعاون والتنسيق مع كافه الجهات الصحيه سواء كانت حكوميه وغير حكوميه ان كانت اهليه او دوليه فيما يتعلق بالوضع الصحي داخل العراق. كل هذه المعطيات تؤشر على ان استمرار الحكومه العراقيه في خطواتها الغير مندمجه او الغير مؤثره في مجال مكافحه فيروس كورونا وايضا الالتفات الى الاحتياجات الاساسيه للنازحين العراقيين داخل تلك المخيمات يعني او سيؤشر على ان هناك خطر حقيقي سيهدد حياه مئات الالاف من الاشخاص المتواجدين او النازحين داخليا داخل جمهوريه العراق. كيف يمكن تفسير اذا استمرار المعاناه منذ 7 سنوات على سبيل المثال في لدى نازحي اربيل دون أن تقوم الحكومة بتوفير بدائل أو تعيد إعمار المدن المدمرة؟ نعم بالفعل، هو ما يمكن تفسيره هنا أن هناك سلوك متعمد من قبل الحكومة العراقية، بمعنى أن الأمر لم يمتد إلى شهر أو شهرين، نحن نتحدث عن أكثر من 7 سنوات طالت هذه الأزمة للاجئين أو النازحين داخل مخيم أربيل،
وما تبعه من بالمناسبه وما تبعوه من عده انتهاكات على المستوى المعيشي والصحي والانساني لاولئك الاشخاص. نتحدث حتى نقرب الصوره للمشاهد الكريم ان هناك من الاشخاص هم من الاطفال والنساء وكبار السن، وهؤلاء الفئه من الاشخاص لهم رعايه خاصه وفق القانون الدولي ولهم احتياجات اساسيه خاصه. هذا اولا. ثانيا، طول هذه المده يعكس ان الحكومه العراقيه هي تضرب بعرض الحائط اي التزام حقيقي يلقى على عاتقها، بدلا من ان تكون الحكومه هي من تسعى لاعاده شعبها وتوطين شعبها بعد انتهاء الازمه الداخليه والنزاع الداخلي في اراضيها، هي من تقوم بعدم الالتفات الى حقوق اولئك الاشخاص وتدعيم ومسانده فقط الاشخاص الذين يتبعون لها او يوافقوها في الاتجاه المذهبي او الفكري او الطائفي. وهذا الامر بشكل مطلق يخالف ابسط القواعد القانونيه كالاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه الذي كفل الحقوق الاساسيه التي يجب ان تكون من حق الحياه والعيش الكريم، وايضا وجود الامدادات الصحيه وغيرها من الحقوق الاساسيه التي نتحدث عن حقوق اساسيه مكفوله لاي انسان يعيش في اي بقعه جغرافيه. لكن ممارسات السلطه العراقيه وللاسف عدم وجود ضغط دولي او مساءله دوليه من قبل الجهات الدوليه كالامم المتحده وخاصه مجلس الامن، رغم العدد الكبير من التقارير الذي يصدر من قبل المؤسسات الحقوقيه والتي ترصد الاوضاع الماساويه للعراقيين، هو هذا الامر اعطى غطاء غير مباشر لتلك السلطات بالاستمرار بانتهاكاتها بحق اولئك اللاجئين او النازحين العراقيين. نعم. في على مستوى الجمهوريه. اخيرا استاذ محمد، ما دور الميليشيات في كل هذه الظروف التي يعيشها النازحون في العراق؟ نعم، للاسف الشديد ما لاحظناه وما وثقناه نحن والعديد من المؤسسات الحقوقيه، هناك تكاتف او دعنا نقول بشكل اوضح تقاطع بين مصالح الميليشيات والحكومه العراقيه فيما يحدث داخل الاراضي العراقيه على عده مستويات، بمعنى ان الميليشيات العراقيه هي من تقوم بخطف الاشخاص الذين لا تستطيع الحكومه العراقيه الوصول اليهم، ان كنا نتحدث عن اشخاص مؤثرين سواء اصحاب كتاب راي او لهم مواقف سياسيه، وشاهدنا ورصدنا نحن كبار الصدر المتوسطه ووثقنا العديد من الحالات التي يتم فيها قتل صحفيين وايضا مؤثرين على المستوى الفكري داخل جمهوريه العراق، ايضا ما تقوم به الميليشيات المسلحه في من قطع الطرق وايضا التحكم في الاشخاص الذين يتم اخراجهم من المخيمات وادخال الاشخاص في المخيمات، كلها يحكمها الاهواء السياسيه والاهواء الحزبيه والمذهبيه، وهذا الامر يعطي صوره على ان الحكومه العراقيه تعلم بان هناك ميليشيات مسلحه وان هذه الميليشيات تقوم بالعديد من الانتهاكات، لكن هي اعطتها الضوء الاخضر او اعطتها الموافقه الضمنيه اتجاه ما يحدث من انتهاكات من قبل الميليشيات المسلحه، وهذا الامر يزيد المسؤوليه بشكل اكبر على الحكومه العراقيه في صمتها تجاه الميليشيات المسلحه، بل على العكس وللاسف دعمها في العديد من المواقف التي تم رفضها وتوثيقها من قبل العديد من الجهات الحقوقيه الفاعله داخل جمهوريه العراق. الباحث القانوني في المرصد الاورو متوسطي الاستاذ محمد عماد، شكرا جزيلا لك.